بكم إلى موجز أخبار الآن. طالب البرلمان العراقي بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في كردستان. إلى ذلك طالب البرلمان العراقي الحكومة بإعادة حقول النفط في كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية. عرضت حكومة إقليم كردستان إجراء محادثات مع الحكومة العراقية حول وجود مراقبين عراقيين في مطارات الإقليم، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب حكومة الإقليم بتسليم السيطرة على مطاري أربيل وسليمانية الدوليين بحلول مهلة تنتهي يوم غد الجمعة. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن دي مستورا عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر أكتوبر بداية نوفمبر المقبلين. ودعا دي مستورا الأطراف السورية التي ستشارك في المفاوضات إلى الاستفادة من الوقت المتبقي على جولة المفاوضات القادمة للتقييم المسؤول والواقعي للوضع والتحضير للتفاوض دون شروط مسبقة. قال مصدر في الدفاع المدني السوري إن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام قتلت ما لا يقل عن 150 مدنياً وأصابت عشرات آخرين بجروح خلال أكثر من أسبوع من القصف العنيف على الأحياء السكنية في مدينة إدلب وريفها. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السوري أن الضربات أدت أيضاً إلى خروج كثير من المستشفيات والمنشآت الحيوية عن الخدمة. تظاهر المئات من أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي مساء الأربعاء ضد ما أسموه التغلغل الإيراني في المنطقة، حيث جابت المظاهرة شوارع البلدة وهتف المتظاهرون خلالها ضد المشاريع الإيرانية التي تهدف إلى إجبار الشباب في ريف دمشق على الالتحاق بالميليشيات الطائفية كجمعية البستان وفوج السلام. حذر رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد من أن استطاعة كوريا الشمالية لتنفيذ هجوم ضد الأراضي الأمريكية مسألة وقت قصير، ورأى أن واشنطن يتوجب عليها مواجهة ذلك التهديد في أسرع وقت ممكن. وأضاف دانفورد أن الجيش الأمريكي نشر 21 صاروخاً اعتراضياً إضافياً فضلاً عن وجود 44 آخرين لردع ذلك التهديد. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.